وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة لمسألة احتراق المربط، وهل صاحب المربط يضمن ويتحمل ما حصل؟ الفقهاء رحمهم الله يقسمون الأجير إلى أجير خاص وأجير مشترك. والأجير الخاص هو مثل السواق ومثل الخادمة، وأما الأجير المشترك فهو مثل الخياط الذي يعني يتقبل عملك ويتقبل عمل غيرك، فيخيط لك ويخيط لغيرك، مثل راعي المربط يستقبل طيورك وطيور غيرك. فهو في المسمى الفقهي يسمونه الأجير المشترك. والأجير المشترك هذا الذي يعني وضعت طيرك عنده بإذنك، فهو ليس غاصب حتى يترتب عليه الضمان، ويده يد أمينة ليست بيد متعدية. فلذلك الصحيح من أقوال أهل العلم، وبذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين، بأن أصحاب ما يسمون بالأجراء الأجير المشترك لا يضمن إلا ما حصل من التعدي والتفريط منه، والتعدي في الاستعمال والتفريط في الإهمال. فإذا سلم صاحب المربط من هذين، من التعدي والتفريط، ولا لوم عليه، مثل ما حصل الآن من الحريق، الحريق حصل بغير تعدي منه ولا تفريط وإهمال، بأن يرى الأسلاك تالفة ويتركها، ما دام أنه ما تعدى ولا فرط لا يضمن. أما إذا فرط فيضمن ما يحصل من أملاك الناس.